معايا جنيه من موقع شاي السيارات. النهارده وانا شغال في المركز بتاعي جات لي عربيه فيها ملحوظه غريبه او تريكايه غريبه كده، فانا حبيت ان انا اعرفها لكم بحيث ان انا لو حد وقع في نفس المشكله ما يدخش نفس الدخل اللي احنا دخناها دي ويبقى عارف هي بتتفك منين. اولا هي العربيه تويوتا يارس 2016 الموتور ال 1300 اللي هي الخليجي. الفكره هنا ان صاحب العربيه جاي يشتكي ان الولاعه طبعا فاصله. طيب فين علبه الفيوزات بتاعتها؟ علبه الفيوزات المفروض انها بتكون هنا او في الجنب هنا، غير الفيوزات طبعا اللي تقف الموتور قدام. علبه الفيوزات في العربيه دي تحت العدادات بتاعه العربيه، فلازم المنطقه دي تتفك عشان تعرف تجيب الفيوزات بتاعتها. بتتفك بقى ازاي؟ بصوا معايا. اولا هنرفع دي سنه كده بشويش، خلاص وقت ما رفعت دي كده هتبدا ان انت تشد التابلو كله عليك الارض زي ما شايفين كده. تمام، ورا التابلو بقى هتلاقي هنا علبه الفيوزات، في الثلاث فيش دول هنخلعهم. تمام، هنلاقي بقى هنا علبه الفيوزات. طيب نعرف الفيوزات او الفيوز اللي احنا عايزينه، اذا كان بتاع الكاسيت بتاع النور بتاع الصالون مثلا بتاع الولاعه، نعرف مين في دول ازاي، يعني هنعرف ترتيبه في دول ازاي. هنجيب الكتيب بتاع الارشادات بتاع السياره. تمام، وبعد كده هنروح جايين على الصفحه دي، فهنلاقي ده شكل علبه الفيوزات الداخليه زي ما احنا شايفينها هنا كده، وكل فيوز هنا مكتوب عليه رقم. الترتيب بقى بتاعهم هم بتوع ايه هنا هنلاقي في الصفحه دي كده، في الصفحه دي كل واحد مكتوب عليه رقمه. تمام، وهو بتاع ايه، وهنا الامبير بتاعه عشان لما تستبدله بنفس الامبير بتاعه عشان ما تعملش مشكله في المنظومه الكهربائيه بتاعه السياره. تمام، يبقى دي الطريقه زي ما شايفين هنا كده، وده استكمال للوحه العدادات دي. الارقام اللي هنا دي بقى بتاعت لوحه العدادات اللي بتبقى في حجيره المحرك او جوه الموتور اللي هو جوه غرفه الموتور زي ما شايفين هنا كده. تمام، يبقى احنا هنا كانت القصه بتاعتنا ان كان في الولاعه كان فيها مشكله او كانت الفيوز بتاعها محروق، اللي هو ده اللي هو اوتليت ده ماخذ الطاقه ولاعه السجاير، الفيوز بتاعه 15 امبير طبعا استبدلناه هنا زي ما انتم شايفين هنا كده. طبعا اساسي قوي قبل ما بتبدا تشتغل في اي حاجه كهربائيه زي ما احنا متعودين اي حاجه كهربائيه في السياره، قبل ما نبدا فيها بنفصل كابل البطاريه الارضي عشان نجنب نفسنا حدوث اي مشاكل في الدايره الكهربائيه، لان اغلب السيارات الجديده لو عملت قفله غالبا بتروح مأثره على الكمبيوتر العربيه او البي سي ام بتاعها، فبتبدا تعمل لك مشكله كبيره قوي وتكلفه كبيره. فاحنا قبل ما نشتغل في اي دايره كهربائيه في السيارات الحديثه تحديدا افصل كابل البطاريه الارضي وخليك في الامان. دي كده كانت تريكايه سريعه، وحبيت ان اعرفها لكم. العربيه تويوتا يارس 2016 الخليجي الموتور 1300 علبه الفيوزات بتاعتها ورا العدادات كانت فكره جديده، فحبيت ان انا اعرفها لكم. اشوفكم باذن الله على خير في تريكايات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، والسلام عليكم.